FM. الكلمة ليك. الصديق أحمد معناها عبر على وجهة نظر قراءة من حقه. أنا ما هو النجم معناها هذايا في ما يدخل في ما قلت وأنا التوافقات والاتفاق معناها السياسي. أنا نحب نقول إذا كان الانتخابات البلدية ضرورية باش ننقذ البلاد من الكارثة البيئية اللي تعيشها. طبعا ضرورية في إطار معناها ما ينسجم مع التمشي اللي نحن عايشين. نحن كحركة نهضة ونتصور حتى حزب النداء اللي هو الحزب الفائز في الانتخابات والمتوقع يفوز في الانتخابات القادمة وهذا من حقه ولا غيره. هذا مش باش يتم بطريقة تعسفية, هذا يتم في إطار حوار, في إطار تشارك, في إطار توافق وطني. ونحن انفسنا كيف اخترنا النظام الانتخابي الحالي, رانا اخترناه مش باش نغسل الاحزاب الصغيره, اخترناه لان واعيين بانوا الاحزاب الصغيره لازم تكون والمستقلين لازم يكونوا ممثلين في كل مؤسسات الدوله بما في ذلك البلديات. ولذلك نحب نقول رساله, الجانب السياسي او جانب المخاوف السياسيه عند البعض راهي تعالج, ونحن توافقنا على ما اهم من هذا. نحن توافقنا على الخروج من الحكومه وتسليمها لحكومه كذا فان بالك ما توافقوش على معناها تصور معين الانتخابات والتوزيع معناها غيره. لكن الأهم من هذا أنه نعجله واحد لأنه الناس تعبت ومرضت والأوضاع لم تعد تحتمل. تو ثم بلديات من غير مصبات يا رسول الله, الناس قاعدة تصب في الشوارع وتصب في المستوصفات وتصب في السبيطارات. وثانيا من مسوش العرس اللي شد الدولة من دخلوهاش في العركة اليوم الامن والجيش. انا مش نجيك لهنا في المضمون هذايا, نجيك المضمون هي خلينا نكمل كلمتي عاد جي انت مش تحكم علي لك بنتكلم. لا لا انا مش نناقشوا الحكايه هذه. هذا يا اخي هذا على الحساب. تعسف تعسف هي المضمون هذايا. جمعت على الحساب انت. اي جمعت على الحساب ما يسالش معك انت لازم نكون وكر جي نور الدين الله غالب. معي انا ما جماعه اخرين تعرف جماعه اخرين متساهلين. لا 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 انت نحطوك في التركينه نلقاوك في التركينه الاخرى الله غالب تهرب برشا. على كل خل فيما في بغض النظر على قضيه الشكل انه في نفس الدار في نفس الدار في الانتخابات البلديه باهي خلينا نشوفوا المضمون. علاش حركه النهضه تحسها اكثر طرف الشعره وقفت عنده واعلن حاله التهب العامه وقت اللي لوح بقضيه الفصل الجديد هذايا نتاع مشاركه الامنيين والعسكريين, والنهضه قدمت روحها نتاع بور درابو للناس اللي اطلقوا الفزاعه ردوا بالكم يعني. وشختوا حتى على تصريح العميد مختار بن نصر واللي تتبنوا فيه انه راهو المشاركه هذه ستورط البلاد في حرب اهليه حقيقيه. الناس تقول انا نطرح لك المقاربات ان النهضه باقي ما تخلصتش من عقده التخوف والتوجس من المؤسسه الامنيه والعسكريه. في الاطار ذلك الناس كل تعاود لكم في التصريح الشهير بتاع راشد الغنوشي رئيس الحركه بتاع الامن والجيش مش مضمون. يعني النهضة إلى الآن لازالت عايشة بهاجس وعقدة انقلاب الأوضاع, هذاك عليه إلى الآن ما حبتش تبني جسور الثقة العادية بينها بين المؤسسة الأمنية والعسكرية. علاش؟ يقول لك حتى في علاقة بمسألة انتخابية هاي ديمقراطيات عريقة كما في الولايات المتحدة الأمريكية تعطي للأمني والعسكري الحق في الانتخاب, شنو هي المشكلة؟ علاش المسألة هذه الآن شغلتكم؟ أنا شخصيا من قابل حتى قيادي نهضاوي إلا ويجبد لي الأيامات هذه على ضرورة قابل في برشا جماعة أنت شوية شوية من يلزمني قابل الناس كل بالطبيعة شفت زدت ها ما تحبش تقول راك صديق ما تحبش تقول راك صديق للنهضاوي. لا لا صديق للجميع أنا حتى مش حكي لك يسيب عليك من الجميع الندائيين قبل يسيب عليك من الجميع الموقع تو نخدم تقول راك صديق للندائيين النهضاويين. ما عندي حتى إشكالية أصدقاء خلي كلمة الجميع ما نزيدهاش خايف لا تكلاسة لا لا تكلاسة لا شيء. اوه لا لا اشمعنى اشمعنى تكلاسية ما عندي حتى اشكالية الجلدة ما عادش الجلدة. علاش سي نور الدين المشكلة معناها الهاجس الكبير؟ جاوب خويا جاوب خويا جاوب خويا. أولا نحن في حركة النهضة بالعكس من أكثر الناس احتراما وتعاطيا ايجابيا مع الاخيان العسكريين والامنيين والتجربه. قال له حسان يوسف السدره قال له هذه السدره وهذا حصاني, هذا بالتجربه المعيشه وبتجربه حكم اللي كان فيها موقع العسكريين والامنيين موقع معناها متميز. وديما نقولوا الحمد لله ان ربي سبحانه وتعالى رزق البلاد هذه مؤسسه عسكريه وامنيه تتمتع بمثل هذه الروح الوطنية
وتتمتع بالاستعداد للتضحية إلى آخر رمق. ونحن عشنا مع الأخوين العسكريين معناها كل شيء خلاه التالي، ولمنين كذلك كل شيء خلاه التالي، وضاح من مادية وعائلاتهم وظروف وقت اللي كانت الناس تعمل في ضربات وضربات 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 أحيانا على موضوع من حبسيته ما عندها تقييم. كل شيء خلاه التالي وما حطوا قدامهم إلا تونس، ولذلك نحن بالعكس شرف كبير لنا تونس وتونس الكل أنه عنا مثل هذه المؤسسات بهذه الروح الوطنية العالية بالاستعداد للتضحية العطاء بدون حدود. وهذا هو المؤسسة، وهذا هو الأمن الجمهوري، وهذا هو الجيش الجمهوري. يقول القائل علاش ما لحقناش حقه في المواطنة، جزء من مواطنته أنه يمشي ينتخب، هاني جد المشكلة. وقد ما نعطيه لهذه المؤسسة وأول ما نعطيها ثقتنا، ثقة اللي ما فيها حتى شك، ثقة المطلقة. والإخوة العسكريين الأمنيين يعرفوا الشيء هذا وعاشوا معنا تجربة، والتجربة يشهد بها كل تاريخ. وذلك مثلا ما عندهاش علاقة بهالموضوع هذا. ثانيا احنا ما ننكروش انه هذوما خيالنا اهلنا توانسة كيفنا كيف، لكن مش كل التجارب الديمقراطية تسمح بمثل هذه المشاركة. ونحن عندنا دستور كما قضاء اخرى توكي يجي نناقشوا في المجلس على القضاء، كما قلت له ثم حكام دستور، وكي جينا نناقشوا في قضايا الرخام وقضايا معناها المناجم وقضايا الثروة الوطنية، ما قلتوا ثم دستور ثم ناس طانت. سي نور الدين تحب تعلق قضية شكلية؟ لا مثل هنا هاني جيت خليني هاني مش كمل هاني مش كمل لا مش بضر لا انت ماك على خاطر ساعات في التحليل ساعات الواحد يعمل تحليل ما عندوش اساس، يعني يعمل تحليل في افتراضات من حقك تفترض، لكن هذا من حقك باش نوضح للناس. أنا يهمني أنت باش تسمعني، وهاك تفاعلت معايا إيجابيا على كل حال كيف اطرحت. أنت ما كنتش عارف مثل طوي لحد طوي اليوم بركة أنت عرفت كونه المشروع الأصلي ما فيهوش مشارك الأمني والعسكري مش هكا؟ واضح. هاني فتك في حاجة، خلينا نكمل بقدرة الله نفيدك ما تخافش. والمستمعين سورتو. ونفيدك ونفيد المستمعين وبدون بكل وضوح وكل صراحة، ولا في قلبي مش أقوله أنا ما ساعات مثلا بوضوح لأن القضايا هذه ما فيهاش فيها تمريم. اثنين مواطنين ومواطنين تونس، لكن مش كل التجارب الديمقراطية فيها مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات. ودليل ذلك أنه حتى الطرح المشاركة في الانتخابات طرحها في البلدية مش في التشريعية. أخي هو مواطن يشارك في البلدية ومش مواطن يشارك في التشريعية؟ في مشارك شارك مو في الدول الأخرى يشاركوا في كل شيء. دول نحن عاطين مثال بعض منهم بما فيهم بعض الدول العربية ما مشاركوا في كل شيء. في مصر ما جيش شارك في كل انتخابات حتى في انتخابات الرئاسية. علاش نحن قسمنا دليل كونه ثم اشكال، ثم اشكال دستوري وثم اشكال قانوني وثم اشكال واقعي. نحن مناشي في دولة ديمقراطية مستقرة ووضع ديمقراطي مستقر، ونحن في بلاد تعيش انفلات وتعيش فوضى، ولا حامل البلاد من الانفلات ومن الفوضى ومن اثارها اللي تنجم تؤدي معناها الكوارث الله اعلم بها هو الامن والجيش. يعني انا نجي للعرسه اللي قايمه عليها الدوله وندخلها في مطب معناها لشكون تصوت ولشكون ما تصوتش، واحد يصوت للنهضه والاخر يصوت للنداء، وتولي في المركز عركه بين جماعه معناها تو فهمنا الكره وفهمناها ترجي وافريقي وملعب تونسي ونادي صفاقسي فهمناه، اما السياسه حاجه اخرى. والسير معناها اصلا حتى ثم خطر حتى على الامن والعسكريين في حد ذاته. اخي الامن يغدو ما مش يدور برق. ايه انا نهض هذاك هاز ورقه النداء حطه في القمار، هذاك النداء هاز ورقه حتى هذا باش يقرا راهو كيما السير اللي نجم يكون يقرا في الفجر. ماك تعرف وقت ورقات اللي تعدي الكيوسك ياخذ الفجر حتى باش يتلاعب باش يفهم باش ينجم يوصل المعلومه يتكلاس. هاك انت بيني قلت راهو الجميع شفت انا فاهم بالك الامنيين، انت اعلامي الاعلامي المعروف الاعلامي الكذا، كي جيت تقول عن النهضه قلت انا صديق النهضه والجميع يا جماعه ردوا بالكم ما تحطونيش فيك الكذا. فاهم بالك بالامني وفاهم بالك بالعسكري، ولذلك
نحن لسنا في وضع ديمقراطي مستقر، نحن في مرحلة انتقالية، وللمراحل الانتقالية أحكامها لازم نبعدوا المؤسسات اللي هي مؤسسات جمهورية ومؤسسات التوازن كل نبعدوها على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية، وبعدها نخموا في عقلنا ما نعملوهاش تحت التسرع والضغط. ولو كان الموضوع منها موضوع ضروري رأي الحكومة تفتنت له توه السادة هذوما فين كانوا وقت اللي تعدى المشروع على مجلس منها الوزراء وقت اللي وقعت المسارقة عليه. لو كان الأمر ضروري وفيه مسحة وحاجة لازمة لازمة لما تفتنوا له جماعة الناضي، تفتنوا له جماعة النداء، تفتنوا له جماعة تفاق، تفتنوا له الإداريين، تفتنوا له كذا، هذا موضوع لم يتروح أحد لأنه غير متروح. ولكن الحاجة الأخرى معناها الأهم هو في جانب سرعة إجراء الانتخابات البلدية. أنا أقول النهضة ما عندهاش حتى طموح في انتهي من الانتخابات البلدية، بل بالعكس خيارها التشاركي، خيارها التوافقي، خيارها في إعادة بناء الدولة بتشريك الجميع اللي خلانا نقبلوا الخروج من الحكم، واللي خلانا نقبلوا بنتائج انتخابات معناها كنا فيها الثانيين إذا كان مش أكثر، واللي خلانا نقبلوا بالتنسيقية، واللي خلانا نقبلوا بحكومة الوحدة الوطنية، هو بيده مش يدفعنا أن نسعى أن تكون الانتخابات البلدية صورة حية وصورة حقية على التنوع الموجود في تونس. التنوع نحن منش خايفين منه وما نشكرينه، التنوع حاجة جميلة، نرجع للجمال، حاجة جميلة ونحن مصرين عليها وما نش في حاجة لهيمنة أي حزب كذا، لكن ما نرهنوش معناها توكي معناها يقولي ناقشوا نقولوا ناقشوا حاضر أوكي ناقشوا ناقشوا، هذه مسألة سياسية تناقش سياسيين ونلقوا الحلول، لكن أرحموا التوانسة. واضح. أرحموا التوانسة كما قالت امرأة مرة في 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 معناها ندور في 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 جهة من الجهات قالت لي بجرب يخفف في نربي الكلاب السايبة والقطات اللي هبلت وزباب الحشاك والريح الناتنة والناموس والتلوث البحر. كابافان الكلمة ليك.